السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بواحد من أكبر المستثمرين في الجزائر في الميدان الفلاحي ومؤسسة صاحب مؤسسة صحراوي اللي عنده عدة مستصلحات في عدة ولايات ويقوم بأعمال يعني شراهيب يعني عمال وعباد يؤمنون بالفلاحة وبالأرض ولا يخافون إلا الله. إن شاء الله ينجحون في كل مسعاهم لاستصلاح الأراضي الشاسعة في الصحراء الجزائرية في الجنوب الجزائري وشي يعني يثلج الصدور أن تكون فيه يعني رجال يخلقون الثروة في هذا البلد ويعني يبذلون كل جهودهم في الميدان الفلاحي، خاصة الميدان الفلاحي اللي هو أساس الثروة. يعني الثروة في أي دولة قبل ما تكون ثورة بترول أو غاز فهي فلاحة ومنتجات فلاحية. إذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو الرائع الذي يعرفنا بما يقوم به هذا المستثمر من أعمال يعني في عدة ولايات. أترككم تتابعون هذا الفيديو التعريفي عن مستثمر هذا محمد صحراوي، وأترككم مع الفيديو. والسلام عليكم.